عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى عليك الله يا نور الهدى. قصة رواها الرسول. رواها رسول الله يا حبيب الله. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وفي رواية أبي كريب: يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا رسول الله. تأملوا في هذه القصة. إذا قرأ ابن آدم السجدة، يعني إذا قرأ آية من الآيات التي يسجد عندها، وآيات السجدة معروفة في القرآن الكريم، بتبدأ بصورة الأعراف وتنتهي بصورة اقرأ العلق، آيات عديدات فيها مواضع معروفة للسجدة. إذا عبد الإنسان ربه، الشيطان بيسعى في إضلاله عن العبودية، عن حسن العبادة. لكن الشيء المؤلم للشيطان، الشيء المحزن للشيطان، أن يراك ساجدا طاعة للرحمن. فإذا قرأ الإنسان منا آية سجدة فالسنة في حقه أن يسجد. وأنا أقول يسجد، أقول السنة أن يسجد، مع أن البعض قد يوجب هذه السجدة، لكن هي على الراجح من أقوال أهل العلم سنة، وبعض أهل العلم يشترط لها ستر العورة واستقبال القبلة والطهارة كما في الصلاة والتكبير والتسليم في آخرها، وبعض أهل العلم لا يشترط لها شيئا من هذا، تسجد على أي حال. والسجود علامة القرب. ألم يقل ربك في القرآن: واسجد واقترب؟ ألم يقل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ إي والله، كلما سجدت كلما اقتربت ودنوت من الرب سبحانه وتعالى. وحينما جاء كعب بن مالك الأسلمي بإناء للنبي صلى الله عليه وسلم بالليل يتوضأ منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب، سل، اطلب اللي انت عايزه، سل ما تريد. فقال كعب: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ اسأل شيء أقدر عليه. فقال: ليس لي طلب غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. يبقى إذا أكثرت من السجود اقتربت من الجنة، اقتربت من الدرجات العاليات في الجنة، اقتربت من مرافقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. الشيطان يتحسر على قدره، يتحسر على حاله. يقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. السجود طريقك إلى الجنة، السجود أصله انقياد. وأمرت أنا بالسجود فأبيت فلي النار. نعوذ بالله من الخذلان. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمرنا في الصلاة وفي السجود أن نكثر من الدعاء، لأن السجود موطن من مواطن قبول الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم.
يعني حري وجدير أن يستجاب لكم إذا دعوتم الله وأنتم ساجدين. ما من موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا إلى يوم القيامة. عمركم شفتوا سجدة بهذا الطول؟ سجدة عمرها عمر الدنيا. الملائكة مخلوقون قبل خلق آدم، وهؤلاء الملائكة السجود ساجدون منذ خلقوا، خلقهم الله هكذا ساجدين، وقد تزاحموا في السماء. بتوع الفضاء أو بتوع علم الفلك يقولوا الفضاء، الفضاء يعني إيه؟ يعني أقول لك شيء خاوي خالي، لا دي ملاء، دي سماء مملوءة بخلق من خلق الله لا ترونه ولا تشعرون به. ما من موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة قالوا سبحانك، رفعوا رؤوسهم مع القيامة، فقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لا نشرك بك شيئا، ما وفيناك حقك في العبودية يا رب، ما عبدناك حق عبادتك. إذا كنا نحن قد ندل على الله، ندل ونغتر ببعض العبادة البسيطة، وهذا لا يجوز، ليس من أخلاق المحسنين الإدلال، أن ترى نفسك في العبودية، وإنما تخلق بأخلاق الملائكة، ملائكة الرحمن الذين يعبدون الله عبادة طويلة دائمة مستديمة، لا يملك أحد من البشر أن يتصورها أو أن يتخيلها، ثم يعتذرون عنها، يقولون سبحانك ما وفيناك حقك في العبادة، عزاؤنا الوحيد أننا لا نشرك بك شيئا، أننا وحدناك ونوحدك. ونحن إذا سجدنا تذكرنا الله في عليائه، فقلنا جبهتنا وأنوفنا على الأرض، خررنا على الأرض سجدا، لكننا نسبح العلي سبحانه وتعالى، نسبح العلي الأعلى، فنقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، فنتذكر هذا المعنى لتستقيم العبودية. نحن نسجد ونركع لله العلي الأعلى الذي لا يخفى عليه شيء من أمرنا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. السجود منا، السجود نعمة، فأكثروا من السجود، أكثروا من السجود تنالوا الدرجات العاليات في الجنة. أنا أقول هذا الكلام وبعض الناس يختلفون، نصلي في رمضان 11 ركعة ولا أكثر ولا أقل، نصلي تهجد، نصلي في البيوت بعد ما صلينا القيام والتراويح في المساجد أم لا؟ هذا الحديث يشير إلى الكثرة. يا كعب، يا كعب، يا ابن مالك، أعني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة السجود. وقد يكون السجود شكرا لله على نعمة، وقد يكون السجود تلاوة، وقد تلوت آيات السجدة، وقد يكون السجود في الصلاة، سجود الصلاة، وقد يكون السجود في نسيان في الصلاة، سجود السهو. عندنا سجود السهو، عندنا سجود الشكر، عندنا سجود التلاوة، عندنا سجود الصلاة. وإذا ما أكثرنا من ركعات النوافل ما قبل الفرائض وبعدها وبالليل نكثر من السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعني على نفسك بكثرة السجود، فإذا سجدت في الله فاحمد الله على نعمة السجود، واعلم أن الشيطان يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الشيطان ومن أولياء الشيطان، ونلوذ ونعوذ بالرحمن سبحانه وتعالى أن يدخلنا أعلى درجات الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يروي الرسول حكاية عن ربه سبحان من